الا كنتي كتاكلي خرجي من هذا الفيديو هذا حيتاش غادي ندير رياكشن على خانز وبني ديال الهنود. ويلا نبداو الفيديو ليتس جو. دابا اول مره شفت هذا الفيديو هذا انا صحاب ليا كيدير شي مساج للخشبه، ولكن هو طلع لا كيدهنها بالزيت باش يدير فوقها العجينه. انا قلت اوكي كلشي حد الساعه مزيان، ولكن شويه كتحس بحال الا كتاكل الركبه ديالو. والعجينه كيفاش كيصاوبوها انا نوريكم فيديوهات كيفاش كيصاوبوها. مهم دابا هو شد الموس وكيقطع ديك العجينه وكيقسمها. اوكي حيت ساعه كلشي غادي مزيان، واخا بينك هاد الركب هانيه. ودابا كيحطها في واحد الزيت كتحس بها شويه قديمه، يلاه يمكن شي 4 سنين هما كيقليو فيها. مهم ماشي مشكل، اصلا مع الحراره كلشي غيمشي، كاع الميكروبات غادي يمشيو مع الحراره. من بعد فاش كيبدا يقلي داكشي كيقليني معاه. المهم دابا غادي يشد دابا هذيك الحلوه وغادي يستفى. احسن حاجه تقدروا تشوفوها في هذا الفيديو هي التستفى، احسن حاجه. يا سلام. ومن بعد غادي يشدها غيحطها فواحد البلاصه. دابا غيحطها فواحد البلاصه وغير شي حاجه كحال شات شي كحال شات شي كحال كتسقيها بشي حاجه كحله. دابا هذا غادي يصاوب الشباكيه ديال الورده، وده مشكله. انا احسن حاجه كتعجبني الناكله هي الشباكيه ديال الورده، ولكن ما يا ربي مشكوش كتصاوب الطريقه. يا ربي يا ربي مشكوش كتصاوب الطريقه. كيصاوبها بيدو وكيحطها في الزيت، الزيت قهويه قهويه. المهم دابا هذا الجزر ديال خانز وبنين ما تظلموهش، غير عنده موس في رجليه. المهم دابا هذا ملك تسمم في الهند، هذا معروف عندهم تما في الهند كلشي كيحماق على ماكلته، كلشي كيتسطى عليها. كيشد البطاطا وكيحطها فواحد السنيديقه وكيمشيو. الله 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 شتو شل الميكا شل الميكا، حيت الضايع حرام الضايع حرام. ودابا كيغسل يدو في داكشي باش يعطي الناس ياكلو. الله والناس كياكلو عادي. انا ما زعما اسم الوجبه احفر قبري بيا ديك. علاش المعلقه عمي علاش دايره تما المعلق؟ والمعلق بحال الا ما حسيتوش بحال ديك المعلق مزاحمه. المهم دابا هذا الفيديو هذا فيه واحد حاضر جنابه ها كاع ما كيشوف قدامه. شوف 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 كيتوضى 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 كيتوضى. دابا راه البنا فتك كيتوضى. قالك حرام ترمي النعمه. دابا ها نتوما شتي ديك الشياطه اللي كتشيط على الناس. دابا تخيلوا راسكم نتوما عند شي مول الحمص ولا عند شي مول الببوش، وديك الشياطه كتشيط فينا تمشي فينا تمشي. ما عطا القتل الكلب عيشو تيسمعو ليا هاي كانت حرام عليك. الله والناس شغل يدوي 100%. انا ما فهمتش انا دابا هما دابا كون غير ما عندهمش المعالق ماشي مشكل كيبقاو نقولوا مساكن ما عندهمش المعالق، ولكن هما عندهم المعالق عندهم السطول عندهم الطيزان عندهم اي حاجه عندهم كل شيء. اوكي هذا لا كلاص. دابا انا كل شتو كيتباع والله حتى نشري، ولكن كل ما كنت زعما شايفه كيفاش كيتصاوب نشوفو يبان ليا زوين نقول واه. اوكي كيزيد شي حاجه حمراء خضراء صفراء كي فوق الثلج باش يدير النكهه لداك الثلج بحال مناضه جامده. تخيلوا مناضه جامده يكونوا كيصاوبوها بحال هكا. نادي شحال كليت فيها. تعرفي شنو تكذبو السكر؟ اوكي اوكي خلط خلط هكاك هكاك عفس 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 على قلبي. ياي شكون ياكل هادشي عافاكم قولوا لي هادشي راه ما تيديروه ماكلة. دابا العم محمود تلاوت هذا مشهور في الهند، هذا الماكلة ديالته كلشي كيحماق عليها وكلشي كيبغيها واخا هي موسخة ومعفونة. المهم دابا هو يدير الطابلية يا على النقا والحركات. اوكي غيشد ديك البطاطا. ودابا صح انا بغيت ندوق هاد الماكلة، ولكن دابا كلشي كيبان نقي يعني الاولاني كيبانو نقيين، غير هو دابا يدو كيشعمل لهنا لهنا كيتوضا. تقبل الله منا وضوءنا وضوءك وضوءك وضوءنا.
الله 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 الله، علاش داير المعلق؟ حيدها حيدها عمي، حيد المعلق، حيد المعلق. الله يا ودي، دابا في اخباركم راه البنا هنا. الله الله تسمم على اصولي. شك شو بيه هندي شكرا كان زبنين ديال المغرب يكون جاوب بحال هكا. الله ما عندوش مشكل موس، فني عياد ما عندوش موس، شو نديرو؟ شو اللي ديك القطعة وما دارش بها؟ عمرني العون شي واحد باش يعطيك العفن ندير له. شوف 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 عجينة بنكهة العرق المعرق. الله تقبل الله منا وذوقنا وذوقك. اوكي غادي يشد غيدير حلوة. وانا كنشوف الحلوة في الزنقة كنبقى كنقول لا هادشي بنين، كنمشي كنشوف فيا كي مصاوبة. طبعا ما شكليتش هادشي كتشلي لي يديها في الخبز في الماء الموسخ وكتشد ديك الخبزه وكدير عليها بيضه اوكي، وكتعمرها بالبطاطا وكتشد ديك الطوست ديك الخبز وكديرو في. يا سلام كتعصر 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 كتعصرني معاك، كتعصريني يا اختي، كتعصري قلبي فاش كنشوف هادشي. الله بغيت نشوف شنو سكيبيو الفيديو. الله الله الماء شحال نقي. المهم كيشدو داكشي كيقليوه من مورا ما كيقليوه كتخرجوا الناس، والناس كيشوفوا غير داكشي خارج وكيشوفوا غير داكشي هكاك وتعطيه ليه. هذا راه ماشي غير خانزو بنين، هذا راه الموتو بنين. غادي حط داكشي بالورقه ديال الشجر حيت ما عنديش داك بابي فين تلوي. اوكي صافي، هذا ما كان في الفيديو. نتمنى يعجبكم وبغيتكم تقولوا لي شنو الماكله اللي تقدروا تبزوها على راسكم وتاكلوها. نشوفكم فيديو جاي، تهلاو.